الله يعطيتني حاجة إكسترا روعة الروايع. على فكرة أنا صاير لي ديما معك في نخرج معك تصير فازة حلوة. تتفكر كيف فازت معناها حرية الضمير وحرية الحزب. تمام. هاي سيدي عام 1976 سبق المسألة الوطنية. عام 1976 أنا كنت يعني رئيس رابطة الطلاب المغرب العربي بدمشق والاتحاد العام طلبة تونس فرع دمشق المؤقت. وقع التدخل السوري في لبنان. وإحنا واتحاد المغرب الجزائريين معنا في رابطة طلاب المغرب العربي واتحاد اليمن الجنوبي والبحرين والسودان. كنا في جامعة في دمشق الاتحادات الخمسة هذوما إزاء الاتحادات الطلابية العربية الأخرى كل اجتمع معنا مسؤول كبير من سوريا من قيادات البعث القيادة القومية وهو رئيس الصاعقة الفلسطينية الصاعقة زهير محسن وطرحها أمامنا هذا القضية قال القضية القومية قبل المسألة الديمقراطية تتطلب التضحية بالقضية الديمقراطية في سبيل نصرة القضية القومية وقتها الجيش السوري باش يدخل في لبنان باش يضرب المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية نصرة للكتائب والفصائل المسيحية الوطنيين الأحرار نتاع كمال شمعون وبير جميل الكتائب وسليمان فرنجي. أنا خذيت الكلمة في ذلك الاجتماع قلت له دكتور زهير هذا هو العكس تماما مما يجب أن يكون أن تبني القضية الديمقراطية هي الأساس للدفاع عن القضية القومية وليس العكس. ليس باسم القضية القومية ندخلوا على الديمقراطية باسم القضية القومية قد ندخلوا على الديمقراطية سوف تضرب الديمقراطية وسوف تضرب القضية القومية. لن يقع أي انتصار لفلسطين باسم الدكتاتورية. والمصريين تعرف يقولوا يقولوا العدو على ترابي والمخابرات على بابي. شعب مكبل شعب محروم من حريته لا يستطيع أن يقاوم العدو. نحن لسنا عاجزين نحن العرب. لماذا نحن خاسرون؟ شوف نزيد الكلمة الأخيرة سنجيب أنت صحافي المعي وحذايا سي حسان وسي غازي أختني أحيلكم إلى هذا الكتاب وأنا أملكه. أنا بإمكاني غد الحين أعطيه البرهان بسيس جورج حبش في كتاب كامل معناه تقييم كامل لمسيرة السياسية وهو أبرز قائد فلسطيني معاصر حسب رأيي أنا. هو مؤسس حركة القومية العرب مؤسس الجبهة الشعبية الفلسطينية جبهة الشعبية الاتحاد الفلسطيني هو رمز الإخاء الإسلامي المسيحي في فلسطين ويقول أنا قائد جنسيتي منها فلسطيني الجنسية عربية لوية مسيحية الديانة إسلامية الثقافة إنسانية أممية الانتماء. قال لي ماذا فشلنا سؤال هذا راح المسألة الديمقراطية